خلع السمعان تتموضع في مكان عالي كما اختارها سمعان العمودي، ويوجد فيها أقسام كثيرة نذكر منها المعابد أو مرابط الخيل، زائد يوجد بها السجن، وملامحها أيضا توحي إلى نسبة كبيرة من أنها كانت مأهولة بالنسبة للسكان. تعرضت لأضرار جسيمة في ظل هذه الحرب التي دامت 9 سنوات من ضرب طيران حربي.